جولة لفة المملكة في هالحلقة بتكون مقسمة إلى جزئين، سيارة اكتشاف إلى مدينة خيبر، وبعدها نكمل القسم الثاني من مغامرات رها وسعود في مدينة جدة. خيبر تتبع منطقة المدينة المنورة وتبعد عنها 168 كيلومتر إلى الشمال. يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 1700 عام قبل الهجرة، أي في القرن السادس قبل الميلاد، وتوصف منذ القدم بأنها من أكبر واحات النخيل الغنية بعيون الماء، وتتميز بغزارة مياهها وبتربتها الخصبة الصالحة لزراعة مختلف أنواع الفواكه والحبوب. تتكون خيبر من حرة تكسوها الحجارة السوداء سببها الثورات البركانية، واسمها مشتق من الحصن والأرض الخيرة، واستمدت أهميتها التاريخية من خلال عصر الفتوحات والغزوات.